أرجو من إخواني السلفية أن يتأملوا فيما ذكره المرحوم الراحل مفتي مكة المكرمة بن علوي في كتابه تصحيح المفاهيم. قال رحمه الله أن لغة العرب هي لغة الإيجاز. مثلا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: واسأل القرية. قال المفسرون أصلا كل المذاهب الإسلامية أن هنا إيجاز، المراد اسأل أهل القرية. كذلك قال عندما يقول الإنسان يا محمد أو يقول اللهم إني أسألك بمحمد، فإن حينما قال السلفية بأن الاستغاثة بمحمد كفر وشرك، وأن التوسل أسألك بمحمد قد يجوز وقد لا يجوز، جائز أو غير جائز، قال يا جماعة ألستم عرب؟ العرب لغة الإيجاز، فمن قال يا محمد فإنه اختزل الكلمة، اختصر ولغة الإيجاز، فإنه معنى يا محمد اللهم إني أسألك بمحمد. فإذا فالاستغاثة ترجع إلى، هي تعتبر توسل مختصر. فإذا لماذا لا تتأملوا في هذا الكلام؟ أقل شيء لأجل لا تكفر المسلمين. أليس الذي يذهب في الصلاة ويردد الله أكبر في كل صلاة، في الصلاة المفروضة والمستحبة، ويؤذن بلا إله إلا الله، أليس الأولى أن نقول أنه حينما يقول يا محمد اشفني فإنه يريد اللهم إني أسألك بمحمد اشفني، ولكن كما قال المرحوم مفتي مكة بأنه أوجز هنا وفصل هنا. فالتوسل هو تفصيل للاستغاثة، والاستغاثة هي اختصار للتوسل.